تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الناصرية الناشط التشريني حسن هادي. مرحبا بك حسن. المحافظ تحدث عن معلومات خطيرة بضلوع مسؤولين في شركة نفط ديقار بإثارة الفوضى والعبث بأمن المدينة، كيف تلقيتم هذه التصريحات؟ نعم، مساء الخير عليكم أستاذ وعلى كادر غرفة الأخبار من فضائية يو تي في. بالحقيقة نحن نلاحظ ونراقب عن كثب ما يجري في محافظة ديقار من تصعيدات بين المسؤولين من حيث التصارع على المناصب وكذلك المحاصصة الحزبية المقيتة التي ألقت بظلالها على المواطن الديقار البسيط والتي أثقلت كاهل هذا المواطن ومن خلاله اعتبرت محافظة ديقار محافظة منكوبة. فنحن ندعو الأطراف المتصارعة إلى الجلوس على طاولة الحوار وحلحلة الأمور بينهم بعيدا عن الواقع الأمني في محافظة ديقار وبعيدا عن المواطن العراقي الذي أثقل كاهله هذه المحاصصاتية وهذه التصارعات وهذه التجاذبات السياسية والحزبية من أجل المناصب والتي دمرت المحافظة والتي عاثت في المحافظة فسادا، فحيث المحافظة بين مطرقة الفساد وبين سندان التصارعات الحزبية. فنرجو منهم ونطلب منهم حلحلة الأمور هذه وإبعادها عن الشارع الذيقاري كي لا تلقي بظلالها ولا تضيف حملا آخر وعبئا آخر على الأعباء وعلى المجازر التي وقعت بحق المواطن العراقي بسبب قولها كلمة الحق وبسبب خروجها بثورة عارمة على هذه الأحزاب الفاسدة التي عاثت بالمحافظة فسادا. نعم أستاذ. سؤال، الناصرية دائما ما تشهد أحداث كبيرة ومثيرة، حرائق، تظاهرات، إقالات، عمليات قتل، لماذا برأيك كل هذا الضغط على هذه المدينة؟ هل هذا الموضوع مرتبط بالصراع على المحافظ، منصب المحافظ أقصد؟ حقيقة أستاذ ليس منصب المحافظ هو فقط من يوجد عليه التصارع، بل الصراعات على جميع المناصب وعلى جميع الدوائر في ومفاصل الدولة في محافظة ذيقار، وتراها تلقي بظلالها على هذه المحافظة وعلى أبناء هذه المحافظة المنكوبة التي دفعت ونتيجة هذه التصارعات دفعت الكثير والكثير من سلاسل المجازر التي حدثت بحق المتظاهرين وكذلك في آخرها في مستشفى العزل، مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذيقار. وعليه فإن محافظة ذيقار ما زالت تدفع ضريبة وقوفها بوجه الظلم والفساد وخروجها على هذه الأحزاب الفاسدة والوجوه الكالحة التي عاثت في العراق بصورة عامة وبمحافظة ذيقار بصورة خاصة فسادا وتدميرا وتنكيلا وتخويفا وخطفا وتفجيرات وترعيب وإرعابا للمتظاهرين والناشطين في المحافظة، وآخرها ما حدث من تفجيرات منازل الناشطين وعوائلهم الآمنة في المحافظة. نعم. وعليه ندعو أطراف النزاع الابتعاد وإبعاد الشارع الذيقاري عن هذه الصراعات التي دمرت المحافظة. نعم أستاذ. خطوة تشريني حسن هادي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.